حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها انتفاضة السويداء والإشكال مع حزب اللواء السوري، والأردن يقصف مواقع بالسويداء، وأمريكا تتوعد الحوثيين بعد عملياتهم في البحر الأحمر. في محورنا الأول، مظاهرة السويداء مستمرة، عام جديد ومطالب ثابتة، الحل السياسي وأسقاط النظام. يؤكد المتظاهرون على سوريتهم ووحدتها، يطردون من ساحاتهم أعضاء من حزب اللواء حاولوا الدخول بعلم كبير للطائفة الدرزية. هذا الرفض من المتظاهرين هو رفض للأفكار التي يتبناها الحزب، التي تدعو لإدارة ذاتية في المحافظة، ويطرح هذا التطور تساؤلات حول أثره على مسار انتفاضة المحافظة واحتمالات استغلال النظام له. أما في محورنا الثاني، طائرات حربية أردنية تقصف مواقع في السويداء بعد أن باتت محطة ثابتة في تهريب المخدرات إلى المملكة. تقول مصادر استخباراتية إن القصف استهدف مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. تقتل الغارات مدنيا بعيدا عن الأهداف. تطرح تساؤلات عن كيفية تحديد الأهداف الأردنية ومن يساعد الجيش الأردني في اختيارها، وهل يتعاون النظام معه وهو الذي يؤكد أنه يعمل على منع تهريب المخدرات؟ أما في محورنا الأخير، تتوعد الولايات المتحدة جماعة الحوثي في اليمن بهجمات ردا على ما تنفذه الجماعة في البحر الأحمر ضد سفن تجارية. تقول وسائل إعلام أمريكية إن الجيش الأمريكي لديه خطط لاستهداف الجماعة في اليمن، فكيف سيكون شكل هذه الهجمات وما هو الرد الحوثي عليها مع توعد الجماعة بمزيد من الهجمات؟ أهلا بكم في سوريا اليوم. خرجت مظاهرات في مدينة السويداء في اليوم 43 بعد المئة على التوالي، أكد خلالها المتظاهرون على مطلبهم بإسقاط النظام وتحقيق الحل السياسي في سوريا، في حين منع المتظاهرون أعضاء من حزب اللواء من رفع العلم الكبير للطائفة الدرزية، تعبيرا عن رفضهم للأفكار التي يتبناها الحزب الذي يدعو لإدارة ذاتية بالمحافظة. لم تعد حراكاً محدوداً أو اعتراضاً عابراً، بل أضحت انتفاضة شعبية أطلقت كلمتها ولا أفق ولا أمل لدى النظام بأن يتراجعوا. تقول السويداء الكلمة اليوم في أول جمعة من العام الجديد في اليوم 43 بعد المئة، حيث احتشد المئات وعلت صيحات الحرية، حشود وتجمعات، مظاهرات واحتجاجات، المطلب واحد والهتاف ذاته، الشعب يريد إسقاط النظام. خطت ورسمت ساحة الكرامة عناوين هامة تحدد هويتها وتحدد اتجاهاتها، وتجلت باللافتات عند المتظاهرين في ساحة الكرامة وبالهتافات. هنا لافتات ووجوه ومواقف تؤكد على مطالب المحتجين بالحل السياسي وفقا للقرار الأممي 2254، مع التأكيد على التغيير السلمي وحكم انتقالي يمهد لما بعد الأسد. مستمرين في إصرار وفي إرادة قوية عند الناس للاستمرارية بهذا الحراك، ولو أنه بعض الشوائب اللي عم بيحاول البعض، يعني ممكن تكون دسائس أمنية لتخريب الحراك وللتأثير على الحراك. مظاهرات اليوم تخللها مناوشات من أنصار حزب اللواء بعد منعهم من قبل المتظاهرين من دخول ساحة الكرامة بعلمهم الكبير، تعبيرا عن رفضهم للأفكار التي يتبناها الحزب والتي وصفت بأنها تهدف إلى شق الصف، انطلاقا من الدعوة لإقامة إدارة ذاتية
في السويداء، بالإضافة إلى معارضته من قبل هيئات سياسية واجتماعية، وكثيرا ما ينظر إليه بوصفه مشروعا ببذور انفصالية. وبهذا الزخم وبالحماس ذاته تكمل مظاهرات السويداء ما بدأته العام الماضي، بعد أن ظن بعضهم أن جذوتها ربما قد تخبو على الرغم من الظروف المناخية القاسية مع دخول فصل الشتاء، إلا أن المشهد لا يبدو أنه متجه إلى التغيير في رغبة أهالي السويداء باستمرار الانتفاضة. ينضم إلينا أيمن الشوفي كاتب وصحفي من السويداء، والدكتور خلدون النبواني أستاذ في الفلسفة السياسية من باريس. مرحبا بكما. أبدأ معك أيمن لتضعنا أكثر في صورة ما الذي حصل اليوم في مظاهرة يوم الجمعة الأول في بداية العام الجديد. أولا مساء الخير لحضرتك ولدكتور خلدون وللمشاهدين الكرام. طبعا كما تم تناقله في وسائل الإعلام فإن مجموعة من حزب اللواء السوري يعني دخلوا إلى ساحة الاحتجاج بعلم كبير للطائفة الدرزية، هو نفسه العلم الذي تم رفعه في يوم الجمعة السابقة. طبعا هذا الأمر يعني أدى إلى استفزاز ما يعني ضمن المكونات السياسية الأخرى لساحة التظاهر، ولا سيما القوى السياسية المحسوبة على الائتلاف السوري والتي حرصت منذ الشهر الثالث لحراك السويداء على رفع علم الاستقلال أو علم الثورة أو كما يسمى في ساحة التظاهر العلم الأخضر. طبعا يعني المشكلة الأساسية هي يعني في الاستقطاب السياسي وفي التمظهر السياسي لهذا الاستقطاب، يعني دائما هناك يعني مركزية في مسألة الرؤية السياسية، هناك فريق سياسي يعتقد بأنه مصيب وهناك فريق سياسي يعتقد بأنه مصيب، والفريق السياسي الأول يعني يخون أو يخطئ الفريق السياسي الثاني وإلى ما هنالك. طبعا لنتذكر أن حراك السويداء بدأ قبل 5 أشهر بانتفاضة شعبية بسيطة جدا مكوناتها ناس عاديون، يعني وصلوا إلى مرحلة من الاستفزاز من سلطة نظام بشار الأسد ومتولية رفع الأسعار ورفع الدعم، أدت إلى خروج الشارع في السويداء بشكل تلقائي وبشكل لكن سيد أيمن أصل الخلاف سياسية. أصل هذا الخلاف، أنت تقول أن الاستقطاب السياسي الاختلاف على تفاصيل معينة، ما هي التفاصيل، ما هو أصل هذا الخلاف بين هذه المكونات؟ يعني لم تدعيني أكمل الفكرة. حراك السويداء بدأ بشكل بشكل شعبي وبدأ ضمن أو تحت راية الطائفة الدرزية المكونة من 5 أعلام وبقي كذلك ربما للشهر الثاني، ونتذكر ذلك وكنا نتابع الحراك ونغطيه إعلاميا ونقف عند هذه التفاصيل.
بقي كذلك، وكانت الراية الدرزية ذات الألوان الخمسة قادرة على استقطاب معظم الشارع البسيط، يعني مكونات الشارع البسيط من الناس العاديين الذين يريدون فعلا إنهاء حالة الاستبداد وحالة هذا النظام الرديء في إدارة الشأن العام المفلس والمرتهن إلى احتلالات خارجية والمرتهن إلى إملاءات خارجية والعاجز فعلا عن إدارة الشأن العام وتقديم الحد الأدنى من الحياة الكريمة. هناك فئات شعبية خرجت ولا علاقة لها بالحراك السياسي السابق في محافظة السويداء، ولا علاقة لها أصلا بفكرة معارضة النظام، إنما كانوا يريدون اجتثاث هذه المنظومة الفاسدة. والجميع خرج في البداية إذا كنا نتذكر قبل 5 أشهر تحت يعني هذه الراية، وكنا نقول أنها راية جامعة، وكنا نتهم أصلا في بداية الحراك لماذا حراك السويداء في بدايته كان يرفع فقط علم الطائفة الدرزية، لماذا لا يرفع علم الثورة السورية أو علم الاستقلال أو العلم الأخضر كما يسمى في الساحة في البداية إذا كانت مطالب هذا الحراك تخص كل السوريين. ونتذكر جيدا بأن هذا السؤال كان محرج يعني، وحتى الشهر الثالث يعني حتى بدأ علم الثورة بالدخول إلى الساحة. طبعا هذا يعكس الطبيعة الحقيقية لهذا الحراك بأنه انتفاضة عفوية لأبناء المحافظة، وكان يعني كان الإحراج في عدم رفع علم الثورة السورية وحال هذا الحراك وحال هذه الانتفاضة ينادي بإسقاط النظام كما كانت شعارات الثورة السورية عام 2011. وكنا نقول بأن هذه الراية كانت جامعة لأبناء الطائفة الدرزية. يعني سيد أيمن، حينما تم رفع علم الثورة السورية ما الذي حصل بكلمة؟ يعني كنا نعتقد بأن المشكلة سابقا كانت اتهام انتفاضة السويداء بأنها انتفاضة مناطقية بدليل أنها ترفع علم الطائفة الدرزية، وحينما تم رفع علم الثورة السورية لم تجد انتفاضة السويداء أي صدى للأسف يعني على امتداد الجغرافيا السورية. وصلت فكرتك سيد أيمن. الساحل. اسمح لي أن أنتقل لدكتور خلدون أيضا ليشاركنا هذا الحوار. دكتور خلدون، بحسب المعطيات التي سمعتها الآن من أيمن ومما حصل في مظاهرة اليوم، ما هو سبب، لن أقول الخلاف، ما هو سبب الاختلاف برأيك؟ تحياتي لك وللأستاذ أيمن ولمشاهدي تلفزيون سوريا، وكل عام وأنتم بخير، على أمل أن تكون هذه السنة الجديدة سنة خير على سوريا، سنة تخلص من هذا النظام. يعني من طبيعة الأمور أن يكون هناك في السياسات الديمقراطية، إذا ما كان هناك ديمقراطيات أو محاولة لبناء مجتمع ديمقراطي، أن يكون هناك اختلاف في التصورات ما بين الأحزاب التي تقدم مشاريع مختلفة. الشيء المخيف أن يكون هذا الاختلاف غير قابل للتجميع تحت مظلة وطنية واحدة، بمعنى أن يعني الاختلاف السياسي يجب أن يبقى ضمن أطر التوافق على الوطن، وإلا سيكون هناك شرخ كبير في هذا الموضوع. على كل، أعتقد أن يعني هناك قضايا، لا شك أن الثورة بدأت شعبية، ولا شك أن ملامحها كانت أوضح وأكثر عفوية في البداية، لكن مع الوقت كان هناك رهان ليس فقط على سوء الأوضاع الجوية التي يمكن أن تفض المتظاهرين في السويداء من ساحة الكرامة، وإنما أيضا على المدة التي يمكن أن يتولد عنها خلافات والرغبة بالزعامة، وأيضا محاولة الاستفادة الشخصية لأطراف معينة بتكوين جماعات أو أحزاب والبحث عن تمويل وإلى ما هنالك. ومع ذلك أعتقد أن الوضع في السويداء لا يزال لحد اليوم يعني غير ممزق، رغم تلك الاختلاف في التصورات والأفكار والإيديولوجيا.
الأيديولوجيات. كان هناك مؤخرا توقيع على المبادئ الأساسية، وثيقة المبادئ الأساسية التي ضمت تيارات مختلفة، كان يعني من بينها أيضا كانت الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز ممثلة بالشيخ الهجري الداعم للثورة، والذي رغم يعني أؤكد على ما قاله الأستاذ أيمن أحيانا يعني يبدو مثل هذا البعد الديني وكأنه بعد مناطقي أو طائفي، وهذا صحيح إلى حد كبير، ولكن أيضا هناك نوع من الضمانة التي بقيت موحدة لمثل هذه الطوائف المختلفة، لا أقصد الطوائف الدينية هنا وإنما الأطياف السياسية المختلفة في تصوراتها. في المقابل يأتي هناك عنصر غريب تماما عن هذا الجو ممثل بحزب اللواء، وهذا ما أدى إلى يعني محاولة طرده من كل الأطراف المختلفة ومن الاتجاهات المختلفة، بمعنى أن لا يوجد أرضية شعبية لهذا الحزب ولأفكاره في السويداء، اللهم أولئك المستفيدين بشكل أو بآخر، أو ربما يعني الذين يظنون خيرا به دون يعني تصورات عن المآلات السياسية الخطيرة التي يمكن أن يقود إليها، وهو هذا الحزب بعد أن فشل في العملية العسكرية التي كان هناك يعني يقوم بها في مكافحة الإرهاب، أو الجناح العسكري كانوا يسميها مكافحة الإرهاب، وبعد الاصطدام مع الفصائل التابعة للنظام السوري لجأ اليوم إلى القضايا الخدمية، ومع ذلك لا يمكن، وهذا وعي حقيقي في المحافظة وفي غيرها على ما يبدو، أن ليس هناك تصورات فعلية حقيقية موجودة للانفصال في دويلات من ضمنها الدويلة الدرزية التي يريد مثل هذا الحزب يعني فكرة بها. نعم، فكرة إذن لا توجد تشكيل مقومات إدارة كاملة ذاتية لإنشاء دويلة. فكرة تشكيل إدارة ذاتية التي لطالما طرحت في بدايات حراك السويداء، وأغلب ضيوفنا كانوا يرفضون هذه الفكرة حتى عندما يثار كاستفسار أو سؤال، وبالتالي إذن هي فكرة غير مطروحة اليوم في السويداء. يعني الإدارة الذاتية بمعنى ممكنة، ولكن ليس الانفصال، بمعنى إدارة ذاتية مؤقتة إلى حين أن يحصل هناك تحرر لسوريا. على سبيل المثال النظام سقط، بمعنى لم يعد هناك سلطة للدولة في محافظة السويداء. الآن إدارة وضع السويداء، محاولة إيجاد حلول للقضايا الخدمية إلى ما هنالك، هو شيء إيجابي، ولكن ليس البحث عن الانفصال، عن تكوين دويلة منفصلة على الطريقة الكردية المطروحة يعني ضمن ائتلاف معين. هذه الفكرة فكرة خطيرة، وحتى تاريخيا لم تنجح. يعني كان هناك محاولة لدى الانتداب الفرنسي بفصل سوريا إلى دويلات، كان من ضمنها الدويلة الدرزية. مقومات الدولة غير متوفرة في محافظة صغيرة ومن لون واحد تقريبا، هذا الأمر خطير يعني. وبالتالي هناك وعي كما كان أثناء الثورة السورية الكبرى بأن أنه ليس هناك أي رغبة، لأن الفرنسيين حاولوا إغراء السلطان الأطرش والثائرين معه بتكوين دويلة يكون هو زعيمها، وكان هناك ليس فقط بعد وطني وإنما أيضا براغماتية سياسية، لا يمكن لمثل هكذا دويلة صغيرة أن تنشأ حقيقة، وبالتالي لا مصير فعلي وحقيقي ولا خلاص لمحافظات سوريا إلا ضمن إطار وطني شامل. طيب أيمن، أعود إليك، لو تشرح لنا أكثر عن مدى ثقل حزب اللواء، المناطق التي يتواجد فيها، عدد المنضمين إليه، وكم هو يشكل بالنسبة لأهالي السويداء، ماذا يشكل؟ يعني أعتقد أنه يعني الدعاية السياسية ساهمت بتقديم صورة يعني غير واقعية عن هذا المكون السياسي حزب اللواء، بمعنى أنه الدعاية السياسية ضخمت، أعتقد وهذا رأيي شخصي، يعني ضخمت من إمكانيات هذا المكون السياسي، وأعتقد بأنه يعني يمتلك إمكانيات محدودة، وإلا كان قد شارك يعني بصورة واسعة في حراك السويداء. قد يكون يطرح منذ بداية نشأته مشاريع تخص السويداء كطبيعة جغرافية وكطبيعة إثنية تندرج ضمن اهتماماته، لكن على الأرض يبدو أن الحزب حزب اللواء يعني قد
يعني أشيع حوله دعاية سياسية متنوعة، بعضها يصفه بأنه يسيطر على المحافظة، وبعضها يصفه بأنه يعني متمحور في بعض البلدات والقرى، يعني اعتبارا من الرحى والكفر وباقي القرى القريبة من مدينة صلخد وباتجاه الحدود الأردنية. لكن اعتقد بانه يعني بان حزب اللواء يعني، وهذا رايي شخصي يعني، قد ساهم بتصعيد صورته على ضمن الفضاء الاجتماعي لمحافظه السويداء، هي دعايه سياسيه يعني. اعتقد انه مكون سياسي متواضع من حيث الامكانيات ومن حيث الانتشار ومن حيث، وبالتالي هل يمكن ان يتطور، هل يعني بحسب كلامك او يعني ما تراقبه انت، هل من الممكن ان يتطور هذا الخلاف او الاختلاف؟ يعني المشكلة هي ليست في حزب اللواء، يعني المشكلة هي أصلا في، يعني واسمحي لي أن أتكلم بشفافية، يعني نحن بحاجة الآن بعد 5 أشهر إلى تقديم نقد موضوعي لحراك السويداء، بنية حراك السويداء وتطور حراك السويداء. واسمحي لي أن أكون يعني شفافا ومحايدا وموضوعيا في تحليل بنية حراك السويداء، الذي بدأ كانتفاضة شعبية عفوية بعيدة تماما عن التأسيس، بعيدة تماما عن الشعارات السياسية. هناك فئات اجتماعية دخلت في بداية الأسبوع الأول والثاني، وأنا كنت موجود وأتابع عن كثب، يعني كانوا ناس بسطاء لم يكونوا شركاء حقيقيين في العملية السياسية وفي المعارضة السياسية لنظام بشار الأسد، لكن وصلوا إلى مرحلة من اليأس وأرادوا التعبير عن رفضهم لمنظومة الحكم القائمة وتدهور الأوضاع المعيشية التي وصلوا إليها، فنزلوا إلى الشارع على أمل أن يحصدوا من خلال انتفاضتهم نتائج، وان كانت تندرج ضمن البراغماتيه السياسيه او النفعيه، لكن كانوا يريدون بالفعل الوصول الى نتائج سريعه. لكن مع وصول يعني بعض القوى السياسيه المحسوبه على المعارضه التقليديه القريبه من الائتلاف السوري ورفع شعارات مثل تطبيق القرار الاممي 2254 وشعارات سياسيه اخرى، أدى ذلك يعني اعتبارا من الشهر الثاني للحراك إلى خروج هذه المجموعات البسيطة، المكونات البسيطة الشعبية البسيطة التي يعني كانت. لكن هل يتعارض يعني هذا مع أهداف الأهالي سيد أيمن؟ يعني تطبيق القرار 254 أو رفع علم الثورة القديم، هل يتعارض بالمبدأ وبالجوهر؟ لا يتعارض. نعم، لا يتعارض على الإطلاق، لكن نحن نتحدث الآن عن ظرف موضوعي، عن واقع موضوعي سياسي مختلف تماما من حيث الحوامل ومن حيث طبيعة المكونات عن عام 2011. عام 2011 عندما خرجت الثورة السورية ضد بشار الأسد، كانت الأراضي السورية موحدة، يعني لم تكن هناك منطقة قسد أو منطقة الإكراد التي خرجت عن حكم النظام، ولم تكن هناك إدلب المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام أو شمال حلب، لم تكن الجغرافيا السورية مشظات كما هي اليوم، لم يكن هناك في سوريا 5 احتلالات عسكرية على أرضها كما هو اليوم. وبالتالي أن تستمد انتفاضة السويداء، واسمح لي قد أختلف مع يعني العديد من السياسيين أو الرؤى السياسية في موضوع التطرق إلى انتفاضة السويداء حول هذه الجوانب. الظرف الموضوع الآن في عام 2023-2024 مختلف كليا عن عام 2011. الشعارات السياسية التي انبثقت منها الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد كانت مختلفة من حيث الحامل الموضوعي للظرف، كانت سوريا دولة واحدة غير مشظات، كان الهم والهدف الأساسي لثورة عام 2011 إسقاط نظام بشار الأسد، كان هناك مجموعة من النقاط الساخنة للتظاهر تقوم بمظاهرات بنفس التوقيت ضد نظام بشار الأسد. الآن عام 2023 وفي 17 آب أغسطس الماضي حين بدأت انتفاضة السويداء، كان الظرف الموضوعي مختلف تماما. طيب، وصلت فكرتك سيد أيمن. قبل أن ينتهي الوقت، اسمح لي فقط أن أخذ تعليق من دكتور خلدون قبل ختام هذا المحور على كلامك. دكتور خلدون، أريد تعليقك على هذه النقطة، يعني لطالما قال أيمن أن السوريين واحد والشعب السوري واحد، وحتى الشعارات التي تستعمل هي ذات شعارات الثورة في بداياتها في 2011، ما الذي تغير اليوم بالنسبة لأهالي السويداء؟ وهل من الممكن أن يستغل النظام
مثل تلك الخلافات؟ النظام يحاول دائما استغلال الخلافات، يحاول أن يفعل كل ما يستطيع من أجل البقاء في السلطة، وهو سبق ولعب كثيرا على الاختلافات في السويداء إلى أن قامت الثورة ضده وحجمت كثيرا من دوره ومن أتباعه، بحيث أن حتى الفرق الحزبية يعني يتم إخلاؤها وتحويلها إلى مقار ذات فائدة بعد فترة من كونها بؤر أمنية يعني على المواطنين. لكن تغير الكثير حقيقة، يعني سوريا الآن تعاني من حرب طويلة، وكما ذكر الأستاذ أيمن هناك مدن خرجت عن سيطرة النظام، بالمناسبة من ضمنها السويداء. السويداء ليست أقل من إدلب مع اختلاف الرؤى والتصورات، ولكن الكثير من المناطق في سوريا خرجت من سيطرة النظام أيضا. يعني لكن هناك شيء واحد، أن الثورة مستمرة وأخذت أشكال مختلفة. هناك نوع من التعامل مع الواقع الحالي بشكل مختلف. ولكن إن سمحت لي بالتعليق على موضوع حزب التوحيد من جديد، يعني لا أعتقد أن لديه مكونات موجودة، أعتقد أن لديه إمكانيات كبيرة، لأنه دون شك مدعوم من أطراف خارجية، سبق وأن مول فصيل عسكري، لديه قدرة على تقديم خدمات كبيرة، وبالتالي هو لديه هذا البعد المادي اللوجستي. أكثر من ذلك لا أعتقد أن لديه شعبية حقيقية موجودة في تلك المنطقة، بالعكس هناك محاولة لرفض، وهناك تأكيد على أنه خطير وعلى أنه يد خارجية تريد الإضرار ليس فقط بالسويداء وإنما بسوريا كبلد واحد لكل السوريين. يعني تكرار إذن للسيناريوهات، انفصلت كل محافظة وكل طائفة في ذاتها تماما، تكرار يعني لسيناريوهات البدايات أكثر تفتتا. نعم، شكرا لك، تفضل بالبقاء معنا دكتور خلدون. للأسف وقت هذا المحور انتهى، وأشكر جزيل الشكر ضيفنا من السويداء أيمن شوفي الكاتب والصحفي. فاصل قصير ونتابع محورنا الثاني.